صباح الخير شيف. بونجور. بونجورين. كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ تمام. خبرني شيف، شو محضرين اليوم؟ اليوم هيك في تشكيلة، حاطين شوية ألوان وتشكيلة، يعني شكلها الصيفية قلعت خلص، بطل فينا يعني الفواكه أساسية. أنا من محبين الفواكه، يعني لازم تكون أساسية. ونحن كمان. وأكيد الخضار، وبدنا نعمل شيء أشياء، يعني بدنا نطلع بقى، مش نطلع يعني نخفف شوية الطبخات، يعني أشياء الأكلات الحامية مثل ما بقولوا. بدنا نروح شوية على أشياء، بلش يركب الباربيكيو هلا، وبلش بما إنه نحن هون باستوديو مخنوقين، بس على طول عنا حل للقصص. رح نشوي، رح نشوي، لأن نحن عنا اليوم الفرن، وبقلب الفرن في باربيكيو، يعني رح هلا في مثل جريل بيقولوا شاركول، رح اسحبه ورح نعمل نقعة تبول. يلا خلينا نبلش نشوف شو عنا اليوم. اليوم جايبين، رح نعمل كيجن جريلد تشيكن. اوكي. هلا هي كلمة الكيجن يعني هي متعددة البهارات. البهارات. اوكي، يعني فيها القرفة، فيها الكمون، فيها البابريكا، فيها بهار اسود، فيها الملح، فيها الثوم البودرة، فيها الاوريغانو. عرفتي هيدي قصة الكيجن. مسيو كاجون هو اللي بلش فيها هو اصله من كندا. بقى هيدي هي هول كل سبايسز رح نخلط فيهم الدرامز. نحن اليوم مغيرين شوي، جايبين شوانح وفي درام او بيقولوا له الدبوس. رح ننقعهم اوكي وراح نشويهم بالفرن. وكمان جايبين هلا موسم الذرة، العرنوس. كمان انا قطعته شقف صغار، كمان رح نشوه، كمان رح نشويهم كله شوي اليوم. اللي كانوا عاملين باربيكيو على مزاجنا. شايفة تشيكن بريست؟ انا تشيكن بريست رح نعمل سلاد كوكونات تشيكن سلاد، وكمان رح نحط لها البينات باتر. ده كان سو بدنا تشيكن بريست كوكونات بينات باتر، وعاملين في الميلك الكوكونات، كوكونات ميلك. كمان رح نعمل الصوص على السخن، رح نطبخه. اوكي، رح نحط كل المكونات مع بعضهم. شو كمان شو عندنا هون؟ في عندنا هون الحار الليكويد. اوكي، وعندنا الورشستر صوص. هول الاربع مكونات. رح كمان البينات فيها قلب يعني الحبوب البينات باتر، هذا هاند ميد اكيد. صح. مبين. صح. لانه يلا، لكن شو رح نبلش بالاول؟ شو رح نبلش اول شيء؟ اكيد بالتشيكن رح نعمل لهم نقعه، ننظفهم ونشيلهم الطرف تبعهم، اوكي، ونرجع نبلش بمرحله.